الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي وأفضاهم علي وفاطمة سيد النساء أهل الجنة وحمزة وسيد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليه أجمعين. اللهم اغفر للعباس وله مغفرة ظاهرة وباطنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل بلاد، اللهم انصر المسلمين في شبه القارة الهندية، اللهم انصر المسلمين في دول الأفريقة، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.